مرحبا، أتمنى أن تكونوا بخير وفي صحة جيدة. في هذا الفيديو أريد أن أقول لكم فقط أنني سأقدم كل يوم فيديو إن شاء الله. ولأكون صريح معكم، ما جعلني أفكر في هذا الشيء هو أني رأيت شخص على اليوتيوب أو يوتيوبر حمل أكثر من 2 فيديو على قناته، وهذا الشخص يحمل كل 7 دقائق فيديو على المنصة أو على قناته على اليوتيوب. ولهذا قلت في نفسي، بما أن هذا الشخص استطاع أن يحمل أكثر من 2 مليون على قناتي على اليوتيوب ويحمل كل 7 دقائق فيديو، لماذا لا أعمل تحدي مع نفسي وأحمل فيديو كل يوم؟ ولن أعدكم أبدا بنوع محدد من الفيديوهات، يمكن يكون محتوى تريند أو كتاب أو شيء يتكلم الناس عنه أو أي شيء آخر أو فيلم، المهم لن أحدد لكم، لكن يمكنكم أن تكتبوا لي في التعليقات نوع المواضيع التي تريدونها. وهذا كل شيء في هذا الفيديو، أراكم في الفيديو القادم إن شاء الله، والسلام.